بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أما بعد، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات، معكم محمد يوسف، ودرس جديد خاص بكل اليوتيوبرز المبتدئين، وهو كيفية زيادة عدد المشتركين في قناتك بكل سهولة وبطريقة سحرية. في البداية لكل الناس اليوتيوبرز اللي هم مبتدئين في إنشاء قنوات جديدة أو عايزين يربحوا من اليوتيوب، بتقابلهم معوقات اللي هي حكاية تحقيق الألف مشترك والأربع تلاف ساعة، لكن أنا أظن الموضوع تافه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت ممكن تحقيقه بكل سهولة وبكل بساطة. درس النهاردة يتكلم إزاي اللي أنت تقدر تجبر أي شخص زار قناتك اللي هو يشترك فيها. تعالوا نقول وداعا لكل الروابط اللي بتتكتب في بعض القنوات، اللي هيتابعنا يتابعه، واللي هيتابعنا دلوقت يكتب تم أو يعمل إعجاب. دي كل حاجات أعتقد اليوتيوب بعد التحديثات الأخيرة أظن ملاحظ كل القنوات ديت، حتى لو أنت حققت الشروط المطلوبة بالنسبة لشركاء اليوتيوب اللي هم الألف مشترك والأربع تلاف ساعة، أظن اليوتيوبرز هي بعد كده هيبقى فيه مشاكل في حكاية قبول القنوات، لأن الروابط ديت أعتقد أن اليوتيوب حاطط عينه على كل القنوات اللي هي بتحقق عن طريق هذه الطريقة. تعالوا نبدأ في الشرح بسرعة عشان وقت الفيديو، وتعالوا نشوف إزاي أخلي أي حد يزور قناتي أجبره أو يتعرض له رسالة اللي هو يشترك فيها، وكده يبقى أنا ضمنت اشتراك. في البداية لو أنت مش مشترك في القناة، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أول حاجة عشان أعرض الرابط بتاعي بتاع القناة بتاعتي لكل الناس، ويظهر وقت ما تجي تخش على القناة يظهر لك رسالة، تعالوا نشوف إزاي أضيف الرسالة اللي هي بتعرض لي الاشتراك أو زر الاشتراك في القناة لكل الناس اللي هي تزور القناة بتاعتي. عشان أعمل الحاجة ديت، أولا يجب عليك اللي أنت تروح لكلمة تخصيص قناة عشان أبدأ أخد رابط القناة بتاعتي. أبدأ أضغط على كلمة تخصيص القناة، هيبدأ يجيب لي القناة بتاعتي بالشكل ده كده. كل اللي عليا هبدأ أضغط على البرمجيات أو القناة عشان أجيب رابط الصحيح. هضغط على الرابط اهو وهاخده كوبي او نسخ. بعد كده شايفين كلمه يوتيوب ديت، هضغط على كليك يمين وهبدا اقول له افتح لي نافذه خاصه او نافذه جديده. هبدا نافذه بالشكل كده، هضغط هنا، ولو تلاحظوا ان انا كنت عامل تسجيل دخول بالحساب بتاعي، لكن دي نافذه جديده بيعرضها لك وكان ما فيش اي حساب مشترك فيها. كل اللي عليا هبدا اعمل لصق لرابط القناه عندي، وبعد ما اضغط لصق هبدا اكتب كود بسيط جدا، والكود ده هنبدا نعرضه مع بعض او هنبدا نكتبه بعد. كود بسيط جدا، كل اللي عليا هبدا اضغط على علامه الاستفهام. بعد ما اكتب علامه الاستفهام هكتب كلمه صب. بعد ما اكتب كلمه صب بالشكل ده هبدا اضيف علامه الاندر سكول. بعد ما اضغط على علامه الاندر سكول هبدا اكتب كلمه كونفيرميشن. نبدأ نكتبها مع بعض بالشكل كده، وبعد ما اكتب كلمة confirmation اكتب علامة يساوي واكتب واحد، وبعد كده انهي الرابط بعلامة الاستفهام مرة تانية. وطبعا بعد ما اكتب الرابط بالكامل ابدأ اضغط انتر واشوف ايه اللي هيحصل بالشكل ده كده. تابعوا معايا اهو، ايه الرسالة جت لي؟ الاشتراك في القناة، هل تريد فعلا الاشتراك في قناة الابداع للبرمجيات؟ لو انا عايز اشترك بضغط على كلمة اشتراك، ويبقى كده انت اخبرت الكل اللي بيخش يزور القناة بتاعتك اللي هو يشترك فيها. طريقة بسيطة وسهلة، وانا بالنسبة لي الطريقة افضل من الحاجات اللي بتتكتب في الروابط. تابعني وتابعك وهكذا. وبكده يكون وصلت لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ما تنساش تعمل اعجاب، يا ريت تشير الفيديو حتى تعم الفائدة. دمتم في امان الله، اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.